رح نتكلم عن استرضاء الآخرين والمبالغة فيه واللي ممكن إنها تنقلب بشكل عكسي علينا. أكيد حتى نعرف تفاصيل هذا الموضوع نرحب بضيفتنا في الاستديو هالة عجيب، مدرب معتمد في تطوير الذات والتنمية البشرية. أهلا وسهلا بيكي أستاذة هالة، نورتينا وأخيرا نورت الاستديو. أخيرا جيتكم الاستديو، أحس إنه بشوفكم لايف أحلى كتير من عن بعد. أنا دائما أقول لما يكونوا الضيوف معانا في الاستديو يكون في أخذ وعطاء مختلف. صح، اتفق معك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. خلينا في البدايه نتكلم عن موضوع استرضاء الاخرين. يعني كنا نسولف انا وندى وربما نتفق انا وياها في موضوع انه احنا كيف يعني لطيفين مع الاشخاص، لكن ايش هي الفائده انه انا استرضي الناس او ابغاهم يكونوا راضيين عني دائما؟ اولا في ارضاء للاخرين ايجابي وفي ارضاء للاخرين سلبي، زي كل شيء في دير، يعني زي كل حاجه في الدنيا. فاحنا احيانا نخلط بين ارضائنا للاخرين وعطائنا ليهم الايجابي اللي هو المريح وبين فقداننا لذاتنا في العطاء السلبي. تمام. العطاء السلبي لو جينا تكلمنا قلنا ايش نابع اللي بيخلي الانسان زي ما بنقول يضغط على نفسه عشان يسترضي غيره، عشان ما يخسرهم واحيانا عشان يرغب بالشعور في القبول او الحب، وبيكون عندنا مناطق من جوا عندها احتياج معين. فاحنا طبيعه الانسان بطبعه منذ قدوم منذ قدم البشريه اول احساس يرغب فيه هو احساس الاكسبتنس، القبول. يبي يشعر بالتقبل، يبي يشعر ان هو مقبول عند ابوه وامه، يبي يشعر ان هو مقبول في المجتمع، مقبول مع اصحابه. صحيح. عندنا الاحتياج هذا عالي للتقبل. فاحنا احيانا نيجي على نفسنا عشان نبغى اقولها بطريقه لطيفه عشان ما تكون قويه، بس انه كاننا نشحت الحب، مع انه اللي حيحبنا فعلا حيتقبلنا كمان احنا، حيقدر اعذارنا، بس احنا نخاف من الرفض، نخاف من هروب الاخرين مننا. فبتكون دائما استرضاء الاخرين نابع عن احتياج داخلنا. صحيح. احيانا في اشخاص ممكن يكونون هم يضحون بنفسهم عشان سعاده الاخرين، لكن هم مو عارفين ان هم قاعدين يعانون هذا الشيء. ايش العلامات اللي ممكن هو من خلالها يعرف ان هو شخص قاعد يرضي الناس على حساب نفسه؟ شكرا على سؤالك الرائع، لانه اغلب الناس حقيقي بيكونوا ما هم عارفين انهم بيمروا في هذه المرحله. لما انا الاقي نفسي ما بقول لا ابدا، نادرا ما بستعمل كلمه لا، أو لا أجيد استعمال كلمة لا، أو أخاف أنه أنا أقول لا، أو ألجأ لطريقة بتلوث صورتي الشخصية أمام نفسي اللي هي الكذب. يعني ما أقدر أجي أقول لك مثلا أنا آسفة ما أقدر أطلع معاك البرنامج اليوم لأنه أنا مودي ما يسمح، لا أنا أقوم أكذب، جاني ظرف طارئ وعشان الأولاد وسامحيني. طب أنا هنا نظرتي لنفسي أنه أنا شخص كاذب، حعيش في تأنيب ضمير شعور وحش بعدين. فهذه دلالة لما أنا أخلق مبررات كل مرة أقول فيها لا، هذه معناها أنه أنا بعاني مشكلة في هذه المنطقة. ولما ألاقي نفسي ماني سعيد، عندي مخططات معينة وماني قادر أعملها عشاني ما قلت لا للآخرين، أو عشاني حاولت أنه أنا أسعى في إرضائهم، هذا كمان شيء دليل على أنه أنا بحاول استرضاء الآخرين على حساب نفسي. لما ألاقي خططي نجاحاتي ما بتأثر فيها، لكن أنا بأنتظر أشعر بهذا النجاح والرضا بس من الآخر والتقدير بس من الآخر، هذه كلها علامات تدل أنه أنا أحتاج وقفة مع نفسي عشان أتعلم أضع حدود للآخرين وحدود لنفسي معاهم. لأنه إحنا دائما لازم نتعلم نضع حدود عاطفية معانا ومع الآخر، وهذا صحي. الناس تخاف من الكلمة لما تيجي لأحد أنت هو تربطكم مثلا علاقة صداقة أو زواج أو عائلة وتقولي له إحنا نبى نضع حدود صحية ما بيننا، مسمى الكلمة تخوف. كيف حدود؟ نبى الدنيا كده. مع أنه هي الحدود بتكون مريحة للطرفين. صحيح. في حدود عاطفية وفي حدود على المستوى الشخصي وفي حدود على مستوى الرغبات وحدود على مستوى الفكر. يا الله كيف تغيرت المفاهيم. زمان كنا نقول الانصهار في العلاقة، الانصهار في العائلة، سبحان الله الحين كيف أنه كل واحد لازم أنه يكون يعني شخص مستقل باحتياجاته ووقته وأشياء كثير. عموما يعني نبغى نتكلم هالة عن الفرق، هي شعارات بسيطة، الفرق ما بين الاسترضاء والعطاء.
يعني بطبيعة الحال يعني إحنا كبشر نعطي بعض، نعطي صح. بعض حب، اهتمام، وقت، تقدير، مراعاة، كثير من الأمور. إيش الفرق بيناتهم؟ متى أنا أكون يعني قاعد أسوي أشياء عشان أسترضي الطرف الثاني؟ أوكي، أولاً خلينا نعرف إنه العطاء شعور إيجابي. يعني إيه شعور إيجابي؟ يعني أنا مدام بعطي I will feel happy، أحس بالسعادة. صح. لو أنا بعطي وبساعد الآخرين أنا حأشعر بكل المشاعر الإيجابية اللي حوالينا العطاء. الاسترضاء شعور سلبي وليس إيجابي، إني أجي على نفسي، إنه أنا أجي على نفسي. فمين اللي حيعرف هذا عطاء أو استرضاء؟ ولا أحد ممكن يعرف غير الإنسان نفسه. بس إحنا للأسف الشديد نجيد التحاور مع الآخر جيدا، ولكن لا نجيد التحاور مع أنفسنا. دائما أسأل نفسي، طب أنا أعطيت هذا الشيء، هل أنا أعطيته أنا بكذب وبحط إنه هو عطاء، ولا لا هو نابع عن احتياج ورغبة في القبول؟ يعني أكون مع جماعة من الناس أنا عارفة أنهم هم بيؤذوني مشاعريا وبيؤذوني في تقديري لنفسي، وأقول لا أنا موجود معهم بسامحهم لأنه أنا متسامح. بس يا هالة، ما يصير أنه إحنا ننهي علاقاتنا مع كل الناس طبعاً. أو نحجمها أو نحددها بسبب أنه هذا ما داني الشعور الراضي، هذا قاعد يخليني أجي على نفسي، هذا لا علاقة ما لها مستقبل. طب معناته أنا كده في الآخر حكون شخص لحالي؟ لا، اللي أنت بتقولي ده هذا للأسف المدارس الجديدة اللي كل أحد بيكررها، نفسي والباقي مو مهم. بالضبط. الإنسان ما يقدر يعيش لوحده. لو كان يقدر كل شخص يعيش لوحده ما كان ربنا قال وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صحيح. ما كان قال وخلقنا من كل زوجين اثنين، كم ممكن نخلق أفراد كل واحد مننا في جزيرة؟ فجزء من تعايشنا مع الآخرين إنه إحنا يعني يكون في توازن فقط. فأنا ما بقول نفقد هذا التوازن، وما بقول إنه إحنا نكون أنا وبعد كل الناس بعدي، لأنه هذه أنانية. لكن أحاول أجد شعرة التوازن اللي بتقولي عليها، وأول إيجاد ليها مو في الآخر. أنا لا أملك تغيير الآخر. فلنفترض أنت إنسانة عندك يعني سلوك معين بتمارسيه معايا دائما، على مر السنين أنا بقول لك هذا السلوك بيضايقني، لا تتصرفي معايا كده، لا تتصرفي معايا بدي الطريقة. لما لازم أستوعب أنا ما أملك تغييرك، ولكن أنا أملك تغيير نظرتي لهذا السلوك. طب إذا أنت قلتي لي مثلا هالة أنت مثلا لون بشرتك سيء، وكل ما بتشوفيني بتقولي لي هذا الشيء، فلنفترض عشاكي بنتعرض كلنا بالذات كفتيات في مجتمعنا. فهنا أبدأ أقعد مع نفسي، طب أنا ليش أتأثرت من دي الكلمة؟ أعالج الموضوع. أنا أتقبل لوني، أنا أتقبل أرضى فيه، فبالتالي لما هي حتقول الكلمة دي أنا ممكن أنظر لها نظرة بيني وبين نفسي شفقة، إنه هي ممكن تبى تحسسني بالتقليل عشان هي تنبسط، لكن هذا مو معناه إنه أنا أنهي علاقتي فيها. لكن أتعلم إنه أنا إذا بالآخرين يتقبلوني نمبر وان أتقبلهم. صحيح. إحنا نبل آخرين للأسف الشديد يتقبلون كما نحن، أوكي؟ لكن إحنا ما بنتقبلهم كما هم. لما أبدأ أتقبل إنه أنت بتقولي لي لا وأنت بتقولي لي لا، وأنت هذا نوع سلوكك اللي بتمارسيه بتنتقديني، وهذا الإنسان طريقة تعبير لغته عن الحب مثلا بهذه الطريقة، لا ما يقصد استنقاص فيا، هنا حبدأ أشعر بالتوازن مع نفسي اللي حيخليني أتوازن مع الآخر. يعني نلاحظ أحيانا في بعض الناس يبحثون عن التقدير من خلال أشخاص آخرين، بمعنى أنه مثلا الزوجة تبحث عن رضا زوجها بأنها تسوي له أي شيء بس عشان يمدحها ويقول لها شكرا، أو حتى في العمل على سبيل المثال مثلا مدير أنا أرضيه بأي شيء، وإذا هو ما قال لي شكرا أو ما مدح شغلي اليوم فأنا هنا أحس أني أنا بلا قيمة. ليش؟ لأنه إحنا تعودنا للأسف منذ الطفولة، وهذا اللي بنعمله حتى مع أطفالنا، إنه أنت لو ما حطيت الشمعة هنا قدامي مشي الطفل وحط الشمعة وكل العيلة صرنا في الصالة برافو وحس إنه أوه عمل شيء كبير، بيكبر هو منتظر هذا النمط. لكن إحنا نبدأها من الصغر، إنه لما الطفل يعمل ده الشيء مثلا نسأله إيش كان إحساسك لما أنت حطيتها وأديت الشيء بطريقة حلوة مثلاً؟ أنت لازم تكون فخور بنفسك، أنت لازم تكون مبسوط أنك أنت عملت واجباتك، الدراسة واجب لك وليس لنا، عشان يتنمى عنده دي الأفكار. ولكن كمان شو نكون واقعيين، ما نقول بس كلام كتب، كلنا بطبيعتنا نبحث عن التقدير،
طبعا نبحث عن انه نبى الناس تقدرنا، نبى الناس تشكرنا. انتوا حتكونوا تبوا في نهايه اللقاء انه انا اقول لكم مره شكرا لاتاحه الفرصه لي، وانا حنبسط لما انتوا تقولوا لي شكرا كمان. فبالتالي احنا في حاجه للشكر، لكن يجب انه احنا لا نجعل منه هدف. كيف ما اجعل منه هدف؟ لما انا اعرف ايش كان هدفي، لما انا عملت شغلي على اتمم وش، هل هو نابع عن احتياج لتقدير المدير او احتياج لتقدير الزوج، ولا عشان انا شخص ملتزم ابغى ادي عملي على اكمل وش، ابغى اكون منتظمه في عملي، ارغب في الترقيه، ارغب في ان استحق الراتب الذي حيجيني نهايه الشهر، او في علاقتي مع زوجي. صحيح. نعرف الدوافع، نعالج الدوافع، ولما أتعور واكتشف أنه أوه يا هالة، وأنا ترى كنت في مرحلة كبيرة من دي المراحل في حياتي، أنه أنا أسعى لنيل القبول دائما، بعدين صرت أقول لا، طب أنا ليه بأسعى لنيل القبول؟ عشان أنا بأشعر أنه أنا مقبولة مثلا. طب إيش النقص اللي عندي من وأنا صغيرة خلاني أبحث عن ذا الشعور؟ لما لقيت النقطة دي، لحظة الجهة المؤلمة وتحليها، هنا الأمور حتنحل. قلت لكم في الحلقة اللي قبل لما طلعت معاكم، الحوار الذاتي مهم 3 مرات، هذه ثالث مرة أكررها. من جد في كل أمور الحياة لازم نقعد مع نفسنا حوار ذاتي، ونفهم النابع والمحرك لكل شعور داخلنا. أكيد، يعني أتفق معك. ربما هذه مشاعر طبيعية الإنسان يحس بها مع الناس اللي حوله، ولكن في الآخر تحقيق التوازن الذات وتقبلنا إحنا أصلاً لذاتنا هو اللي بيكون المفتاح الأساسي. أكيد نشكر تواجدك اليوم معانا. شكرا اليوم يا هالو، كثير نورتينا. شكرا لكم، ودائماً بأسعد بكون سعيدة لتواجدي معاكم وللمواضيع الجميلة اللي بنسلط الضوء عليها، وإحنا أسعد بتواجدك دائماً. شكرا لك. شكرا مشاهدينا، خلينا نطلع فاصل سريع، من بعد نرجع نكمل.